السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة قسم هندسة الطرق والنقل، نكمل معكم محاضرات مادة هندسة النقل. الخاصة بمادة هندسة النقل، طبعا الأمثلة اللي شفتوها السابقة اللي هي بالمحاضرة السابقة كانت تتكلم كلها عن الباصات، يعني كلها عن الأوبريشن ديزاين للباص فاسيليتيز. اليوم في هذه المحاضرة راح نتكلم عن القطارات، أيضا كيف نصمم أو تشغيل الأوبريشن الكاباسيتي، فراح نشوف الأمثلة أو المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. شفتوا المحاضرة السابقة المعادلات اللي تخص الريل كاباسيتي وتكلمت عنها سيد أريج، فهنا مثل ناخذ مراجعة سريعة عنها. السي في، سي في يعني كاباسيتي بالنسبة للفيكار، يعني هذا اللاين ايش قد يستوعب مركبات او قطارات الكاباسيتي، ايش قد يشتغل ماكسيم كاباسيتي للقطارات. الكاباسيتي بيرسون اللي هي الكاباسيتي ايش قد ينقل بيرسون اشخاص، والاش تعرفوا اللي هي دويتي كليرنس اللي هو الفضاء، الوقت الفضاء الاضافي اللي تحتاجه مركبة حتى تخلي الباس ستوب، والدور تايم اللي هو الوقت اللازم لصعود ونزول الركاب، والاس هنا الباسنجر بير فيكل يعني الاوكيوبنسي، خلينا نقول الاس اللي هي ايش قد استيعابية كل مركبة من الركاب، والان هي عدد المركبات لكل قطار، يعني قطار احنا عندنا نجي بيه عدد من العربات او نسميه عدد من المركبات، فكل مركبة يعني هذا القطار كم مركبة بيه، يونت هنا تعتبر القطار، فالقطار اكو قطار بيه 3 مركبات، اكو قطار بيه 4 قطار مركبات وهكذا. هنا اكو ريدكشن فاكتور، الار اللي هو ريدكشن فاكتور معامل ياخذوه في حالة اكو تغير بالدور تايم او تغير بوصول ومغادرة القطارات، معامل تقريبا ياخذوه 0.83. واذا كانت قطارات يشتغل في مكان اللي هو سيجنالايز انترسكشن، بمكانات اللي هي تكون معرضة لإشارة ضوئية، فهنا يدخل عامل تأثير الإشارة الضوئية ايضا بنظر الاعتبار راح يقلل لي من الكاباسيتي، راح يدخل تأثير الجرين إلى السايكل تايم، وهذا يكون معطى بالسؤال وراح نشتغل عليه، وبالتالي راح تظهر عندي الكاباسيتي بالنسبة للقطارات. فناخذ هذا المثال example 3 car light rear transit line، عندي قطار يتألف من 3 مركبات، 3 car قطار يتألف من 3 مركبات light rear transit، يعني قطار الخفيف اللي هو مو المتوى، يعني القطار الخفيف. line operate on city street يشتغل على طرق المدينة، through signalized intersection شوفوا هنا ده يشتغل بمنطقة بها signalized intersection، فمن يشتغل بمنطقة بها signalized intersection فهنا يدخل تأثير معامل الإشارة الضوئية، حيدخل بنظر الاعتبار عند حساب الكاباسيتي، فبالتالي راح يقلل من قيمة الكاباسيتي. فالمفروض عندي قيمة الجرين إلى السايكل ريشيو، هذا المفروض تعطى بالسؤال حتى أنا أقدر أشتغل وأطلع قيمة الكاباسيتي. فالجرين إلى السايكل ريشيو 0.45، يعني قيمة نسبة الأخضر إلى السايكل كلها تقريبا هو 0.45، and the passenger door time is 90 second، شوفوا هنا الدور تايم لوقت نزول وصعود الركاب هو تقريبا 90 second، يعني دقيقة ونص. how many person can the train carry، إيش قد هذا القطار راح يتحمل أشخاص، إيش قد هذا القطار راح يتحمل أشخاص في ظل هاي الظروف الموجودة. أسيوم 170 passenger per car، على فرض أنه كل عربة من عربات القطار تتحمل 170 شخص. train clearance time is 50 second، والقطار حتى يخلي وقت القطار حتى يخلي الفضاء الموجود بالمحطة هو تقريبا 50 second، طبعا وقت الفضاء كنا هذا التايم كليرنس يعتمد على طول القطار، كل ما طول القطار طويل فبالتالي حيزيد التايم كليرنس حتى يستطيع ان القطار يخلي منطقة الستيشن. فاذا انا عندي هاي المعلومات، شلون اوظف هاي المعلومات حتى استخرج الكاباسيتي؟ عندي معادلة الكاباسيتي لتخص القطارات، الكاباسيتي بيرسن تساوي الجرين إلى السايكل اللي هو هذا معطى بالسؤال 3600 يعني ساعة 1 hour،
في الان، الان اللي هي عدد عربات القطار، في الاس اللي هي الاوكيوبنسي للقطار، في الار اللي هو الفاكتور ريدكشن فاكتور، على جرين السايكل ريشيو، في الدي اللي هو الدور تايم، زائد تي كليرنس اللي هو وقت الفضاء لاخلاء المحطة. نجي ننزل هاي المعلومات بالمعادلة، الجرين إلى السايكل عندي 0.45، ننزلها مثل ما هي في 3600. في الآن، الآن شنو هي؟ يجي قطار كم عربة بي؟ هنا قايل لي بالسؤال هو 3 عربات القطار، فإذا نستخدم 3. في الأس، الأس اللي هو القطار، كل قطار إيش قد يستوعب باسنجر؟ كل قطار ايش قد يستوعب باسنجر؟ فهنا قايل لي على فرض ان كل قطار هو العفو كل عربة تستوعب 170 باسنجر، فهنا 170 باسنجر كل عربة من عربة القطار ايش قد تستوعب باسنجر؟ فتستوعب هنا 170 باسنجر. في الار اللي هو ريدكشن فاكتور، هذا قيمته تحفظوها، قيمة هاي تحفظوها 0.833. تقسيم جرين إلى السايكل اللي هي 0.45 في 90 اللي هو الدور تايم، دور تايم 90 سكند، زائد التايم كليرنس اللي هو 50 سكند، فراح يطلع عندي هذا القطار تقريبا 7604 باسنجر يستوعب الكاباسيتي إله، كاباسيتي بيرسن، هنا بيرسن مو كاباسيتي فيكل، كاباسيتي بيرسن، إذا هو يستوعب 7604 باسنجر. فإذا هاي المعلومات اللي تخص الريل لاين ريل ترانزيت كاباسيتي تحفظوها. هنا الكاباسيتي فيكل هي 3600 في الار على اتش، يعني تقريبا ساعة تقسيم الهيدوي، الساعة هي 3600 تقسيم الهيدوي، حيطلع لي كم مركبة لتشتغل بهذا اللاين. وهنا يدخلون معامل R إذا كان أكو، حيسوي لي ريدكشن إذا كان أكو تغير بالوصول ومغادرة القطارات. فهنا من يحسبون الكاباسيتي يفرضون انه المينيمم هيدوي، يعني احنا من نحسب الكاباسيتي دائما الهيدوي هنا هو المينيمم هيدوي من احسب الكاباسيتي، فهذا الهيدوي مينيمم على اعتبار انه الهيدوي مينيمم هو يساوي الدور تايم زاد الوقت لاخلاء القطار، فهذا مينيمم هيدوي يعني اقل هيدوي، فبالتالي ايش قد راح ايش قد حتطلع المركبات. يعني أنا عندي أنواع من الهيدوي، أكو البوليسي هيدوي، هذا الهيدوي اللي هو الأفريج هيدوي، وأكو الهيدوي مينيمم، هذا أستخدمه من أريد أستخرج الكاباسيتي، فمن أريد أستخرج الكاباسيتي أستخدم الهيدوي مينيمم. فهنا نشوف إنه هو دا يفرض إنه الهيدوي مينيمم هو يساوي الدور تايم زائد التايم كليرنس، وده يطلع الكاباسيتي فيكر. كاباسيتي فيكر شو تساوي؟ الساعة واحدة كاملة تقسيم الهيدوي اللي هو الوقت بين مرور الباصات، الوقت بين يعني باصين، فبالتالي حيطلع لي عدد المركبات اللي دا تشتغل على هذا اللاين. إذا أريد كاباسيتي بيرسن، الكاباسيتي بيرسن هي حتساوي الكاباسيتي فيكل نفس القيمة، نضربها في كل قطار إيش قد يستوعب، في كل عربة إيش قد تستوعب، ونضربها في عدد العربات الموجودة لكل قطار، راح تطلع لي كاباسيتي بيرسن. فهاي المعلومات المفروض تحفظوها، تكون عندكم اطلاع بيها حتى تعرفون تشتغلون المسائل. الهيدوي مثل ما قلنا هي الوقت بين مغادرة باص ومجيء أو مغادرة قطار آخر. التايم كليرنس هو الوقت لإخلاء المحطة. الدور تايم هو الوقت لنزول وصعود الركاب. بالمايجر ستوب هو اللي نشتغله احنا. والاس هو اللي يمثل الاوكيوبنسي، كل مركبة ايش قد تستوعب مركبات. والان فيكل هو عدد المركبات لكل قطار. والريدكشن فاكتور هذا تحفظه. فاذا انا عن طريق هاي المعلومات قدرت احل هاي المسألة. نشوف هنا المثال الثاني example a real rapid transit. من يقول لي a real rapid transit، من يقول لي قطار سريع، معناته هنا يقصد بيه المترو. A real rapid transit operate 10 4 car train per track، يشغل لي 10 قطارات، كل قطار أبو الأربع عربات، 10 قطارات كل قطار بأربع عربات per للسكة بالساعة. Schedule load average 1.9 passenger per seat، كل قطار تقريبا استيعابية إلى 1.9 تقريبا شخص لكل مقعد. How many people can the line carry؟ إيش قد هذا الخط راح يستوعب؟ Cars are 80 foot long and can seat 80 people. طبعا كل عربة هي طولها 80 foot
كلها طولها 80 وتستوعب 80 شخص. فالباسنجر كاباسيتي in the peak direction during peak hour can be estimated from the following equation. الباسنجر بيل اور شي يساوي عدد القطارات بالساعة. ايش قد عندي انا ده شغل قطارات بالساعة لهذا الخط؟ ايش قد ده شغل؟ ده شغل 10 قطارات. عندي 10 قطارات خلال الساعة انا ده شغل في كل قطار بكم مركبة او كم عربة؟ كل قطار بكم مركبة او كم عربة؟ عندي 4، كل قطار ب4 عربات، فاذا 10 في 4 زين. في السيت بير كار، كل قطار كم مقعد بي؟ كل قطار كم مقعد بي؟ فهنا نشوف انه كل قطار هو بي 80 مقعد. كل عربة العفو بالقطار تستوعب 80 مقعد، وكل يعني في passenger per seat. هسه كل مقعد ايش قد يستوعب؟ قال لي في 1.9، فحطلع انه استيعابية هذا الخط تقريبا بالساعة تساوي 6080 بغض النظر عن الظروف الاعتيادية، يعني هذا في ظروف اعتيادية بغض النظر انه هنا طبعا قلنا rapid transit يعني ماكو تقاطعات، فبالتالي ما تدخل التقاطعات في الكاباسيتي، لان يعني هو الرابيد ترانزيت يشتغل بالانفاق او يشتغل على الجسور، ما عنده اي تقاطع ويا مستويات اخرى، ماكو اي تقاطع ويا ستريت او انترسكشن، فبالتالي هو يكون الرايت اوف واي الى اي، فبالتالي هو ما حيكون هناك نقصان بالكاباسيتي. فهاي المعادلة نشتغلها حنطلع انه هذا الخط يستوعب تقريبا 6080 شخص بالساعة، في ظل انه اني دا اشغل 10 قطارات بالساعة، كل قطار ب4 مركبات، وكل مركبة بها 80 مقعد، وكل مقعد يستوعب 1.9 passenger per hour. هاي في ظل هاي الظروف راح تطلع لي هاي القيم. The number of vehicle passing a fixed point on the guideway in a unit of time. يعني يقول لك الفوليوم يمثل لي عدد المركبات اللي تعبر أو تتجاوز نقطة معينة عند بخلال وحدة وقت محددة. Volume is related to the headway given by. عادة الفوليوم له علاقة مع الهيدوي. يعني أنا اعتمادا على الهيدوي حعرف ايش قد أشغل عدد مركبات. فالفوليوم يساوي 3600 تقسيم الهيدوي. Similarity, capacity is related to the headway as given by the equation. Capacity vehicle تساوي 3600 على الهيدوي minimum. مثل ما قلنا من نريد نحسب الكاباسيتي نستخدم الهيدوي minimum. Where capacity vehicle is the theoretical vehicular capacity or maximum volume اللي هو vehicle per hour. And headway is the minimum headway اللي نقيس وحدته بالسكند، يعني هنا هو minimum headway. Theoretical passenger capacity is given by هاي الإكويجين اللي هي capacity person، طبعا theoretical يعني النظرية، capacity النظرية تساوي capacity vehicle في N في P. N قلنا عدد المركبات لكل قطار، في P كل كل عربة قد تستوعب أشخاص، ويساوي 3600 في P في N على ال H minimum. Actual vehicle capacity، الكاباسيتي الفعلية هنا 3600 هيدخل عندي load factor تقسيم ال H minimum. هذيك theoretical، هاي ال actual vehicle capacity تساوي 3600 في load factor على ال H headway minimum. Load factors usually used to express the percentage of vehicle occupancy. هنا يدخل عادة تأثير load factor حتى نحسب استيعابية المركبة. Actual passenger capacity تساوي 3600 في الألفا في P في N على ال H minimum. حيدخل هنا تأثير 2، هذا إذا أريد أحسب ال actual capacity مو theoretical capacity. حيدخل عندي معاملين، معامل load factor ومعامل guideway utilization factor. In real design بتصميم عادة خطوط السكك الحديد أو القطارات،
safe stopping distance. safe stopping distance is a major concern. عادة إنه أني القطار يتوقف بمسافة توقف آمنة هو هذا موضوع مهم جدا ويجب أخذ بنظر الاعتبار عند تصميم القطارات. ف safe stopping distance is a major concern. A safety factor is used for the safe design on the bridge wall stop concept. هنا راح يدخل معامل الأمان. معامل الأمان بالتصميم اعتمادا على على مفهوم bridge wall stop اللي هو انشأ هذا المفهوم اللي هو for example when the lead vehicle on a track stop. يعني يقول لك اذا عندي مركبة او قطار توقف حالا، يعني هو توقف حالا، فالمركبة اللي بعده والقطار اللي بعده the following vehicle must be able to stop safely. فيجب انه القطار اللي بعده يقدر يكون قادر على التوقف بامان. فاحنا هذا ناخذه بنظر الاعتبار باخذ معامل كي اللي هو معامل كي انه التوقف بامان with a factor of safety of كي. K can be assumed to be 1.5. هذا الفاكتور ناخذه حسب المصادر يقول هو يساوي 1.5. The following vehicle in such cases is considered to stop with constant deceleration. فالمركبة راح تتوقف حسب التباطؤ لهاي المركبة، إذا يعني حنفرض إنه إلها deceleration ثابت ونشتغل. وعندنا أيضا هاي المعادلة based on this principle، فاعتمادا على هذا المبدأ فالمينيمم هيدوي حنحسب المينيمم هيدوي في حالة إنه أنا أريد أوفر أمان. المينيمم هيدوي يساوي ال K في ال V نوت على 2D زائد P في R على ال V نوت. ال V نوت هي هاي السرعة اللي هي المفروض أن يتوقف فيها، يعني من يتوقف القطار حالا هي هاي السرعة الحرجة. يعني ال R اللي هو طول القطار، والديكسيوليشن ريت اللي هو نسبة التباطؤ. هنا V نوت تساوي من هاي المعادلتين، هاي المعادلات تحفظوها. ال V نوت تساوي جذر 2P في R في D على ال K. R هو طول المركبة، D الديكسيوليشن، ال P اللي هو عدد الأشخاص، وال K عدد العربات العفو، وال K اللي هو معامل الأمان. and هذا أيضا نشوف شو ناخذهم ناخذهم أيضا بالمثال التالي. The basic line capacity equation tells us that if we wish to increase the line capacity, we could achieve it in one of the five ways. إذا أني المعادلات التالية يقول لك توضح لي، إذا أني أريد أزيد من سعة الخطوط، أزيد من سعة الخطوط اللاين، فإذا أنا ممكن أحقق هذا عن طريق النقاط التالية. شلون أزيد سعة استيعابية أي خط؟ إنه أني أما increase the number of passenger carried by each vehicle، إنه أزيد من المركبة، كل مركبة شقد تستوعب أشخاص، أزيد المركبة اللي تستوعب هاي العدد، يعني إذا مركبة صغيرة أستخدم مركبة أكبر. ثانيا إنه increase the length of train، إنه أزيد طول القطار، وبالتالي أنا راح أستوعب أكبر عدد من الأشخاص. decrease the minimum allowable headway، كل ما قللت الهيدوي أني كل ما راح أشغل مركبات أكثر، فبالتالي راح أزيد من الاستيعابية. improve the load factor، أحسن من اللود فاكتور، إنه ما يكون اللود فاكتور كلش مزدحم، يعني إنه أوكي acceptable. وimprove the guideway utilization، وأيضا تحسين المبدأ الآخر اللي هو المعامل استخدام خط السكة، يعني هنا أنا كم قطار حيستخدم خط السكة، أيضا هذا يدخل كعامل فاكتور في تحديد الكاباسيتي. فنشوف هذا المثال real operation design اللي هو يتعلق بالتصميم. مثلا شنو يعني بالتصميم؟ بالتشغيل، يعني أنا مثلا أريد أريد مثلا عندي عدد من الباسنجر أريد أخدمهم في ساعة محددة، إيش قد أوفر لهم كم قطار؟ فهنا هو هذا الديزاين، أنا إيش قد أوفر كم قطار حتى إيش قد أخدم حتى أخدم هذا العدد الموجود عندي من الديماند. فهنا هذا المثال يقول a transit authority، عندي الهيئة العامة للنقل need to design a rapid rail line، تريد تصمم خط سكة مترو to meet peak hour demand of 10,000 passenger per hour، تريد تحقق انه تلبي متطلبات الطلب في ساعة الذروة اللي هو عندي 10,000 طلب passenger خلال الساعة.
with a acquired speed مع سرعة اللي هي سرعة القطار من 35 إلى 40 foot per second. سرعة القطار هي من 35 إلى 40 foot per second. يقول عندي فرضيات التالية: الديكسيليشن هو 2 foot per second، السيفتي فاكتور الكي اللي هو 1.35، المينيمم هيدوي 120 سكند، الماكسيمم هيدوي 240 سكند، اللود فاكتور 0.9، الجادوي يوتيلايزيشن فاكتور اللي هو 0.6، ستيشن بلاتفورم ليميت يعني هنا كل محطة شقد تستوعب كم يعني القطار اجى، هذا القطار شقد يستوعب كم مركبة بيه، فهو استيعابية المحطة انه هي 10 مركبات، يعني القطار اقصى ماكسيمم عربات بيه المفروض 10 مركبات بيه. كار لين طول القطار طول المركبة يساوي 70 فوت، الكار كاباسيتي سعة كل مركبة 130 باسنجر. يقولي how many car should a train consist of to provide adequate passenger volume capacity، ايش قد اني اوفر القطار بكم مركبة حتى يحقق لي او يلبي الطلب الموجود عندي مع هاي الفرضيات الموجودة. اذا اني ايش قد اوفر قطار بكم مركبة، يريد استنتج اني استخرج اني كل قطار ايش قد أوفر له يعني كل قطار إيش قد أوفر مركبات. مثلا أقول أنا حسب المعطيات اللي عندي هنا، مثلا أقول أريد أشغل قطار أبو الأربع مركبات، هل راح يوفر لي الطلب الموجود؟ أريد أشغل قطار أبو الخمس مركبات يوفر يحقق هذا الديماند اللي أنا موجود عندي. فهنا لازم أشتغل الحسابات حتى أشيك أشوف إيش قد أوفر مركبات لكل قطار. What will be the corresponding headway؟ أيضا مع معطيات إنه الهيدواي يكون ضمن الرينج المعطى هنا اللي هو من المينيمم إلى الماكسيمم. وإذا راح نجي نستخرج أول خطوة الهيدواي حتى أشوف إيش قد أوفر عدد مركبات. فنجي هنا السي الكاباسيتي بيرسنتج تساوي 3600 في الألفا في اليوتيلايزيشن فاكتور في البي في الان على الاتش. فهنا انا عندي انا الطلب عندي 10000، اريد اخدم 10000 شخص، يساوي 3600 هي هاي الساعة في 0.6 هذا هو اليوتيلايزيشن عفوا اللي هو اليوتيلايزيشن فاكتور 0.6 في اللود فاكتور اللي هو 0.9 في اللود فاكتور اللي هو 0.9 فاكتور اليوتيلايزيشن في اللود فاكتور اللي هو 0.9 في عدد العربات لكل قطار. هاي القيمة ما موجودة عندي مجهولة لأني أريد أطلعها، عدد العربات لكل قطار ما عندي، في 130 اللي هي كل مركبة شقد حتستوعب، من كل مركبة الكار كاباسيتي 130 باسنجر، كل مركبة أو كل عربة في القطار إيش قد تستوعب؟ تستوعب 130. تقسيم الهيدوي اللي هنا الهيدوي هو مطيني مينيمم ومطيني ماكسيمم، فما أعرف الهيدوي اللي راح تشتغل بي يشتغل بي هذا القطار، فهنا الهيدوي أيضا حيكون مجهول. فهنا عبارة عن try and error، أدخل أسوي يعني عمود عدد المركبات لكل قطار وعمود الهيدوي. نيجي نقول إذا القطار بيشتغل بمركبة واحدة فقط يجد حيكون الهيدوي، يعني ادخل هنا واحد واطلع مثلا الهيدوي. اذا القطار راح يشتغل مثلا كل قطار يشتغل مثلا بمركبتين يجد الهيدوي حيطلع، وهكذا اجي اطلع اكس واي اطلع هنا عدد المركبات لكل قطار واطلع مقابلها الهيدوي. يعني هنا خلينا نقول مثلا القطار عندي أريد أشغل بيه أربع مركبات، فإيش قد الهيدوي من خلال المعادلة؟ فالمفروض هو يطلع 101 الهيدوي، وهكذا إذا لحد وين لحد ماكسيمم 10. ليش 10؟ لأن هو قال لي بالسؤال إنه ستيشن بلاتفورم ليمت 10 فيكل، إنه المحطة هي تستوعب فقط 10 مركبات، قال لي المحطة هاي يعني كل قطار ماكسيمم فيكل بي هو 10 مركبات، ما يصير قطار أكثر من 10 بعد ما المحطة ما تستوعب. فأني لحد 10 مركبات أجي أطلع كل واحد مقابل الهيدوي. طيب أنا هنا عندي متطلبات في السؤال، يقول لي المينيمم هيدوي هو 120 سكند والماكسيمم هيدوي هو 240 سكند. طيب أنا هسا أريد أطلع أيضا المينيمم هيدوي اعتمادا على السيفتي، ظروف السيفتي. فهنا examine computed headway and train size from the break wall stop concept، راح نعتمد أيضا على حساب الهيدوي اعتمادا على معامل الأمان اللي هو break wall stop.
فأيضا نجي عندي هاي المعادلات اللي أخذتوها سابقا. هاي المعادلات الـ velocity تساوي جذر 2P في R في D على K. الـ P اللي هي عدد المركبات والـ R طول القطار والـ D deceleration على K معامل الأمان. الـ H يساوي هذا الـ headway يساوي جذر 2P، الـ P عدد العربات، الـ R طول القطار، الـ K المعامل الأمان على الـ deceleration. حنسوي مثل الجدول. هذا الجدول شي يقول لي number of car per train، عدد المركبات لكل قطار. نسوي جدول عدد المركبات لكل قطار. نجي نطلع اعتمادا انه مثلا عدد المركبات لكل قطار خلينا نقول واحد، نجي نطلع السبيد ونطلع الهيدوي. عندي عدد المركبات اثنين، نجي نطلع سبيد ونطلع هيدوي. من المعادلات مباشرة تطبيق افرض انه هنا البي تساوي اثنين، ال ودي عندي والكي عندي، مباشرة تطبق هتطلع لي القيمة هنا الفيلوسيتي هلقد. ايضا اجي اطبق هنا 2 في 2 طول القطار عندي كي على الديكسيليشن هطلع مقابله الهيدوي. فشوفوا هذا الكمبيوتد هيدوي هذا اللي هو حسبناه من الجدول اللي قبله هذا، يعني هسه السبيد حسبتها اني من هاي المعادله، الكمبيوتد هيدوي هذا اللي حسبته من هذا من هاي المعادله الاولى مال كاباسيتي، والبريك وول ستوب هذا الهيدوي اللي حسبته من البريك وول ستوب هو هذا اللي هو من هاي المعادله. البريك وول ستوب الهيدوي اللي حسبته اعتمادا على مبدا بريك وول ستوب اعتمادا من هاي المعادله هو العمود الثالث. فاذا اني عندي هسه السبيد اللي طلعتها من هاي المعادله اعتمادا على مبدا الامان سيفتي فاكتور، والكمبيوتد هيدوي اللي حسبتها اعتمادا من الكاباسيتي المعادله الاولى اللي هي هاي اللي هذا الجدول نزلته هنا، والهيدوي اللي حسبته اعتمادا على بريك وول ستوب من هاي المعادله اللي هو معامل الامان. هسه شلون انا اجي احدد عدد المركبات اللازمه لكل قطار؟ فعندي كرايتيريا معينه هنا شي يقول لي evaluate examination of the proceeding table من خلال ملاحظه الجدول الموجود هنا. يجب انه اختار عدد المركبات اعتمادا على ثلاث محددات كرايتيريا ثلاثه، اللي هي اولا الكمبيوتد سبيد شود بي رينج من 35 الى 40. لازم اشوف اني السبيد مالتي من 35 الى 40، يعني هنا من عدد المركبات 6 الى عدد المركبات 8 تقريبا هو يلبي لي السرعه من 35 الى 40. ايش قايل لي بالسؤال؟ قايل لي هذا القطار يشتغل بسرعه من 35 الى 40 فوت بير سكند. فهنا أني لازم أختار عدد العربات حسب السرعة. فهنا عندي عدد عربات 6 تشتغل 35 و8 للأربعين. أيضا الكرايتيريا الثاني إنه المينيموم هيدو هو 120، والهيدو اللي مستخرج من البريك وول ستوب أيضا يكون أقل من should be less than 120، أقل من 120. فهنا إذا نجي نشوف هسه العربات رقم 6، العربات رقم 6 تعطيني هيدوي 150، والهيدوي المستخرج من البريك وولز توب أقل من 120، إذا أوكي هاي تشتغل عندي العربات رقم 6. و فالكونكلوجن الخلاصة إنه أني ممكن أوفر 6 إلى 7 عربات لكل قطار. إذا وفرت القطار اللي هو بـ 6 عربات فحينطيني السرعة 35 بهيدوي 151، إذا وفرت قطار بـ 7 عربات حينطيني السرعة 38 بهيدوي 176. إذا أني صار عندي 2 مخرجات ممكن أختار أي واحد من عندهم يلبي كلهم المتطلبات الموجودة بالسؤال. هذا السؤال أتمنى يكون واضح من قبلكم. التصميم للقطارات تختلف نوعا ما عن عملية التصميم بالنسبة للباصات. هنا ناخذ بنظر الاعتبار في حالة تصميم لل يعني القطارات السريعة أو شبه السريعة يعني سيمي رابيد أو رابيد ترانزيت، فنتيجة إنه التشغيل السريع لهذه القطارات نتيجة التشغيل السريع لهذه القطارات عند سمول هيدوي بهيدوي قصير أو يعني هيدوي وقت تايم قصير، فبالتالي هذا حيسبب لي تأثير على السيفتي سيفتي أوف أوبريشن. فهنا لازم ناخذ بنظر الاعتبار السيفتي أوف أوبريشن عند التشغيل هكذا نوع من القطارات. فناخذ بنظر الاعتبار الدكسيليشن، الدكسيليشن لهاي الوحدات القطارات يعني الدكسيليشن إنها تباطؤ
عندي البريكنج اللي هو يعني هيكون عندي عدة أنواع، أكو نورمال بريكنج، أكو إمرجنسي بريكنج. يعني بريكنج أكو اللي هو البريك الاعتيادي، أكو لا يكون البريك عند الحالات الطارئة. فهنا احنا نشتغل على البريك اللي هو بالحالات الطارئة بالتصميم. فهنا ناخذ بنظر الاعتبار السيفتي كونديشن، وناخذ ايضا الخصائص المتعلقة بالقطار، فندرس هاي الحالة حتى نتأكد من سلامة مرور القطارات عند السمول هيدوي. يعني أنا عندي خلينا نقول ندرس الحالة إذا عندي تو ترانزيت يونت، وحدة اللي هو القطار للأمام اللي هو مثلا على فجأة خلينا نقول هو فجأة توقف، صار لي أي ظرف طارئ فجأة توقف، فالمفروض القطار اللي بعده أيضا يتوقف، يكون قادر على التوقف، لأن أكو عندي small headway بين، يعني كلها خلينا نقول small headway هنا مثلا عندي 2 minute، ف 2 minute مثلا القطار الأول سوى بريك ووقف، هاي 2 minute كلش قليلة، التومنت هاي الهيدوي كلش قليل، فبالتالي راح يجي القطار الثاني. من يجي القطار الثاني هنا راح يصطدم بالقطار الاول، فهنا المفروض انه هو يكون قادر على التوقف. فلهذا احنا ندرس السيفتي اوف اوبريشن اللي هي مثل ما شفتوه هنا بالمعادلات اللي دخل عن طريق فاكتور اوف سيفتي. وطبعا هذا الفاكتور يعني هنا في الترانزيت اوبريشن ديزاين راح نشتغل اعتمادا على قلنا بريك وول ستوب اللي هو يدرس مبدا السيفتي في حالة التوقف المفاجئ عند المينيمم هيدوي. فالفاكتور سيفتي عادة اللي هو الكي عادة يكون برنج من 1.25 إلى 1.75، ويكون قيمته معطاة في السؤال. هذا الفاكتور كي دا ناخذه بنظر الاعتبار بالمعادلة حتى دا يعطيني أو دا يمثل كفاءة البريك بالتوقف، كفاءة البريك بالتوقف ومدى استجابة السائق لأي طارئ أو أي تأخير يحدث. فهو معامل كي هذا دا ياخذ بنظر الاعتبار كفاءة البريك بالتوقف ومدى استجابة السائق للتوقف. فمثل ما شفنا هنا قلنا انه عندي فاكتورات ايضا دا تدخل بنظر الاعتبار عند تصميم القطارات بالكاباسيتي اللي هي فاكتور الكاباسيتي يوتيلايزيشن، فاكتور اليوتيلايزيشن جايد، وفاكتور اللود فاكتور ايضا دخل عندي هنا، والهيدوي يكون مينيمم. ونشوف هاي المعادلات اللي هي تتعلق بالفاكتور اوف سيفتي او بالسيفتي اوبريشن، ايضا هاي مطلوب انه من عندكم مطلوب تحفظوها وتعرفون شلون تشتغلوها. مثل ما قلنا بيمثل لعدد العربات، L هو طول المركبة، و K هو معامل الأمان، و D هو الديكسيليشن، وهاي النوتس الفي نوت هي سرعة القطار. هاي المعلومات، هذا هو اختلاف تصميم القطارات عن اختلاف تصميم الباصات، وهنا ناخذ بنظر الاعتبار السيفتي كونديشن.